président s'est emparé le 25 juillet dernier des pleins pouvoirs, que le pays, en tous les cas temporairement, est clairement sorti du cadre démocratique. Le Canada notamment l'exprime très clairement. ذهبوا إلى بعض العواصم وطالبوهم بعدم عقد القمة بجزيرة جرب. هل أنت من بين هذه الأطراف التي قصدها الرئيس التونسي قيس سعيد دون أن يسميها؟ طبعاً وأنا أعتبر في هذا الموضوع أنا أوكي، يعني في كيف تقر بذلك؟ مش نقر بذلك، أنا أفتخر بذلك.